اللهم لبيك لبيك لا حج إلا بتصريح. لبيك لا حج إلا بتصريح، شعيرة أو شعار جديد في السعودية من وحي محمد بن سلمان ضمن التضييق على حجاج بيت الله الحرام. يقاطع: وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. والإجراء ضمن سلسلة أخرى ظهرت هذا العام من شأنها منع مئات الآلاف ممن يقصدون مكة للحج، ليكون مانعا بل وجريرة توجب العقاب والتنكيل والتشير والحظر، والتبرير طاعة الملك. المخالفة مخالفة لولي الأمر، وحكم الإمام في الرعية منوط بالمصلحة الشرعية. وأما طاعة المالك الرحمن الرحيم ومقصد ملايين المسلمين كل عام ضمن فريضة الحج، فعليها أسوار وشراط وإجراءات وتفتيش وتضييق يرد ويصد ويمنع، بما يجعل الحج ليس لمن استطاع إليه سبيلا، بل لمن وجد آل سعود فيه شروطا ترشحه لدخول مكة ووصول بيت الله الحرام. ومن يصلون فمحرم عليهم رفع الهتافات والشعارات والتضامن مع قضايا المسلمين، وتلك شعائر مفروضة سعوديا تناقض الشعائر الدينية السماوية ومقاصد الحج العبادية الموحدة. والكل هنا في ساحة الحج مأمورون لتقديم ما تسميه السعودية رسالة التسامح. نحن في الرئاسة نقدم أعظم مشروع ديني عالمي يحقق ريادة المملكة العربية السعودية في تعزيز الوسطية والاعتدال والتسامح والسلام والمحبة والوئام. والتسامح المقصود أن يتجرد الحاج من مقاصد الحج وغاياته، والتبرؤ من أعداء الله ورسوله والمسلمين، ليكون زائرا يردد ما يأمر به الملك، بما في ذلك قضية التطبيح. وقد خرج ذلك من الحج لبيت الرحمن الرحيم إلى الحج لبيت الشيطان وأوليائه. خلال السنوات الماضية سلب من الحج رسالته التي تأمر بالتوحد في مواجهة الطغيان ونصرة المستضعفين والنهي عن التبعية والانقياد لليهود، وهي بالتعبير المعاصر التحالفات الأمريكية الغربية لحماية العدو الإسرائيلي ومؤاذاة المسلمين. وقد كان شأن الحج أن يوقف الإبادة الجماعية في غزة، وهو الآن يمنع التضامن ويجرم التعاون والدعاء، ويأمر بالصمت وتكميم الأفواه، ويحاصر من استطاع إليه سبيلا. والمستطيعون وفق الشروط السعودية قليلون، والسعودية في محيط البيت وحوله منفتحة لا شروط على الترفيه ولا تضييق على رواد المسارح والنوادي الليلية ولا تصاريح، ومضاف إليه فتوى تشجع وأخرى ترغب قدوم من استطاع ومن لا يستطيع.